بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس في العاشر من شعبان لسنة 1436 اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مجلس عمل الدراسات العليا المكون من علاء الدين سيف رحال أستاذ مشاهد مقررة وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حمد العثمان أستاذا عضوا وفضيلة الشيخ الدكتور أسامة عمر الأشقر أستاذا مساعدا عضوا لمناقشة الرسالة العلمية المقدمة من الطالب بدر عبد العزيز حسن عكرش المعنونة بهذه المحتاجة إلى شرح المنهاج للإمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو الحسن البكري من أول سجود السهو إلى نهاية كتاب الجنائز. وقبل ما نبدأ به نستمع للطالب بدر في حدود 7 أو 8 دقائق فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوحدنا الدين وهدانا بغير حول منا ولا قوة إلى خير شرائع المرسلين وأخرجنا بفضله من الظلمات إلى النور. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، ولما كانت العناية بكتب التراث الشرعي واجباً منوطاً بالعلماء وطلاب العلم من بعدهم، لذا فقد آثرت أن يكون مجال بحثي تحقيق جزء لذا آثرت أن يكون بحثي لميل درجة الماجستير تحقيق جزء من كتاب هذه محتاج إلى شرح المنهاج في الفقه الشافعي للإمام محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن أبو الحسن البكري المتوفى سنة 952، حيث لم يسبق تحقيقه من قبل. ويبدأ الجزء الذي قمت بتحقيقه من أول باب سجود السهو وينتهي عند نهاية كتاب الجنائز. أهمية الكتاب تأتي من عدة نقاط أجملها فيما يلي. أولاً، المنزلة العلمية لمؤلفه أبي الحسن البكري وثناء الأئمة عليه. ثانياً، القيمة العلمية لمتن الكتاب ومؤلفه، ويمكن بيانها في النقاط التالية. أولاً، متانة العبارة وغزارة المادة وتمام الفائدة. ثانياً، تضلع صاحبه رحمه الله في العلوم المتنوعة سواء في ذلك علوم الآلة أم علوم المقاصد. ثالثاً، قد حوى جل مقاصد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. رابعاً، اعتماد مصنفه على المعتمد في المذهب الشافعي. خامساً، تميز المنهاج أيضاً بكونه من المتون المعتمدة في فقه الشافعية ومن أجلها، وهو عبارة عن اختصار لكتاب المحرر الذي ألفه الإمام عبد الكريم الرافعي المتوفى سنة 623. ثالثاً، القيمة العلمية للكتاب، فهو شرح لكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي الذي لا تخفى قيمته العلمية في مذهب الشافعية. رابعاً، لم يحظى الكتاب مع أهميته وتقدم وفاة مؤلفه بالطباعة والعناية حسب علمي، والله أعلم. أسباب اختيار الموضوع: أولاً، المساهمة بجهد مقل في تحقيق التراث الإسلامي وإبراز مآثر أئمة الإسلام. ثانياً، بما في تحقيق المخطوطات تنمية للملكة الفقهية. ثالثاً، يساهم العمل في تحقيق المخطوطات وإخراجها للناس إخراجاً سليماً في نشر العلم الشرعي وتقديم النفع لطلبة العلم. رابعاً، إن الكتاب المشروح المنهاج من الكتب المهمة في المذهب الشافعي وهو أحد الكتب المعتمدة لديهم. خامساً، إن هذا المحتاج يعد من أميز الكتب في شرح المنهاج من حيث مسائله وتحريرها. منهج التحقيق: التزمت في هذا التحقيق
المنهج المتبع في قسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى. خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة. المقدمة وتشتمل على الافتتاحية وأهمية الموضوع وأسباب اختيار الموضوع وأهداف الموضوع والدراسات السابقة ومنهج التحقيق وخطة البحث. القسم الأول القسم الدراسي ويشمل أربعة مباحث. المبحث الأول: التعريف بصاحب المتن الإمام النووي وفيه تمهيد وستة مطالب. المبحث الثاني: التعريف بمتن الكتاب منهاج الطالبين وفيه خمسة مطالب. المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح أبي الحسن البكري ويشتمل على خمسة مطالب. المبحث الرابع: وصف المخطوطة مع نماذج منها. القسم الثاني: النص المحقق ويشتمل على الأبواب التالية: باب سجود السهو، باب سجدة التلاوة والشكر، باب صلاة النفل، كتاب صلاة الجماعة، باب صلاة المسافر، باب صلاة الجمعة، باب كيفية صلاة الخوف، باب صلاة العيدين، باب صلاة الكسوف، باب صلاة الاستسقاء، باب في حكم تارك الصلاة، كتاب الجنائز. الخاتمة: وتتضمن تلخيصا لأهم ما ورد في الرسالة الفهارس العلمية، وهي أولا فهرس الآيات القرآنية، وثانيا فهرس الأحاديث النبوية، وثالثا فهرس المصطلحات، ورابعا فهرس الأعلام، وخامسا فهرس المصادر والمراجع، خامسا فهرس الموضوعات. هذا وإني أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على مننه وآلائه العظمى ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. أحمده سبحانه على ما من به علي من التوفيق والإعانة حتى أتممت هذا البحث المتواضع، والذي أسأله سبحانه أن يجعله خالصا صوابا، وأثني بعد شكر الله بإسداء باقة من الشكر العاطل والثناء والدعاء الصادق والوفاء لوالدي الكريمين اللذين لهما الفضل بعد الله سبحانه في تربيتي وتعليمي وموازرتي بالدعم والتوجيه والتسديد والتشجيع والدعاء، كما أني ألمس أثر دعائهما في كل جهد وعمل أقوم به، فلو بغيت أشجار الأرض أقلاما واتخذت بحار الأرض مدادا أسطر لهما بها شكرا وثناء ما أوفيتهما شيئا مما لهما علي من المنة والفضل، ولكني أسأل الله سبحانه أن يمد في أعمالهما على طاعته، وأن يحفظهما بحفظه، ويكرمهما برعايته، وأن يرزقني برضاهما، ويجعلني وإخوتي قرة عين لهما في الدنيا والآخرة. ثم الشكر والثناء موصولان لزوجتي أم عبد العزيز التي كان لصبرها ومصابرتها ودعمها ومساندتها الأثر الكبير في إتمام هذا العمل، وإن كلمات الشكر والثناء لتعجز والله عن الوفاء لشيخي فضيلة الشيخ الدكتور علاء الدين رحال المشرف على هذه الرسالة على ما أولاني به من المتابعة والتعليم ودوام النصح والتوجيه والتسديد، كل ذلك بقنو الأب وحزم الموجه وسعة علم الشيخ وسداد رأي المجرب الخبير، ومع ذلك كله وقبله تواضع الجم وخلق رفيع، فاللهم أجزل له أجره في الدنيا والآخرة. ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والثناء وصادق الدعاء للمناقشين الفاضلين فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان والدكتور أسامة عمر الأشقر على تفضلهما بقراءة رسالتي وإبداء الملحوظات العلمية التي ستقوم الرسالة وتصوبها وتزينها حسناً، والشكر كذلك لكل من قدم لي يد العون والنصح والتوجيه فجزاهم الله عني خيرا. والشكر والعرفان موصولان للوحة العلم ومورد الخير جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الذي
الله رفع الله شأنك وأعزك. نشكر الطالب على هذا الملخص الطيب، ومباشرة ندخل في المناقشة. وبناء على الأستاذ الدكتور محمد عثمان أصر على أن أقدم زميلي الأستاذ الدكتور محمود، فنبدأ بفضيلة الأستاذ الدكتور المشارك في قسم الشريعة الدكتور أسامة عمر الأشقر، فليتفضل مشكورا. ونطلب من الطالب وسعة الصدر. وطبعا في هذه المناقشات للجميع الإجابات كثيرة، لكن عادة نحن نذكر أي مناقشة هي عبارة عن توضيح وتصويب السهام نحو الخطأ أو الزلل، فهذا طبيعة المناقشات. افعل هذا وخذ بهذا، وهذا من حب الشيخين لك ولرسالتك، وحب أيضا في العلم واستطلاع العلم. وأظن أحسب أن الشيخين سيقيمان المسألة ويزيدونها حسنا وجمالا إن شاء الله تعالى. فتكون أمانة صالحة إن شاء الله تعالى. ليتفضل الشيخ مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فرصة طيبة أن ألتقي بمشايخي فضيلة الدكتور علاء أرحال المشرف على هذه الرسالة المتميزة، أيضا شيخنا الذي أبى إلا أن يقدمني عليه وأنا لا أتقدمه أبدا، شيخنا الدكتور محمود تترنمنا على يديه، لكنه أقسم علي أن أتقدم عليه، فلا أريد أن يكفر على قسم. أيضا أرحب أخونا الشيخ بدر بن عبد العزيز بن حسن بن عكرش في هذه الرسالة الطيبة لنيل درجة الماجستير في الفقه في جامعة أم القرى، كما أرحب بوالدنا الكريم والحضور الكريم، حياكم الله جميعا. الرسالة طيبة والجهد طيب في هذه الرسالة، والإيجابيات كثيرة، لكن نحن حتى نستغل الوقت يا شيخ بدر ونستفيد ونناقش بعض، نركز على بعض الأمور. الجزء الأساسي من التحقيق جزء طيب، ورسالة فيها جهد جيد، سأركز على بعض الأمور يا شيخ بدر، ويعني توسع صدرنا إن شاء الله. في الجزء الأول هو الدراسي يا شيخ بدر، نبدأ على بركة الله. يعني الجزء الدراسي كم صفحة يا شيخ بدر؟ جاء في كم صفحة؟ كم صفحة تقريباً يا شيخ بدر؟ الجزء الدراسي؟ 66 صفحة. 66 صفحة؟ 50 والله أعلم. 50 يا شيخ بدر ولا 54؟ 51 مع صاحب مع الشهر 64. كم أخذ صاحب الكتاب من هذا الجزء الدراسي؟ كم صفحة؟ أنا عديتهم بالصفحات يا شيخ بدر، بيطلع عندنا ما يقرب ست صفحات عن البكري صاحب الكتاب. إيه هو ست صفحات، خليني أقول قليلا بس أعطيك وقت. صاحب الكتاب ست صفحات، بينما النووي أخذ باقي صفحات، أخذ 41 صفحة ربما هذا النووي. فيا ترى هي رسالتك عن النووي ولا عن البكري؟ ألم يكن الأجدى أن تتجه قسم الدراسة إلى البكري؟ يعني حتى ولو قلنا أن المراجع ربما تكون قليلة على البكري، يعني أقول هذا التوجه اللي راح جهة النووي يكون شغل شو؟ والله الحمد لله إنك حذرتني، يعني المراجع قلة المراجع. طب ليش يعني لو قلت شوية النووي 23 15 ما فينا؟ أمر آخر يا شيخ بدر، لما جيت تكلمت على النووي تكلمت عن عصر وأسحبت في عصر الحالة السياسية والحالة العلمية، ولما جيت لعصر البكري هم عصر واحد ولا عصرين؟
حصلنا شيء. لا العصر العصر يا شيخ العصر الذي عاش فيه. أنا بتناقش العصر الذي عاش فيه. النووي اللي هو الحالة يا شيخ. أذكر لك صفحة يا شيخ. شيخ بدر لو ذكر الصفحة. أنا في صفحة من الحالة السياسية. النووي الحالة السياسية النووي. الحالة السياسية. الحالة السياسية والحالة العلمية. هو النووي عاش حوالي كم؟ لا قصدت يعني في حوالي القرن السادس. نعم. السابع. والبكر الأيقر. عاشر. طيب عاشر. يعني هم الحالة السياسية والعلمية هي هي. فذهبت الرسالة باتجاه الحالة السياسية والعلمية هذا مليان ما شاء الله مراجل. ما تقول ما في مراجل. أنا على كل حال قد يكون مشرفك هذا الجزء الدراسي أصلا إيش بعض المشرفين قد يقول إيش يعني لا يعول عليه كثيرا، لكن في منهجية معينة لماذا لا تركز على العصر البكري أكثر من عصر إيش؟ يعني لو تجاوزت عصر النووي ما ناقشت لا حالة سياسية ولا الحالة العلمية أنا ما كان عندي مشكلة تخيل، لكن الحالة السياسية والاجتماعية في العصر البكري كان إيش؟ الأولى. ففي إشكالية في الجزء الدراسي اللي هي إيش؟ توجه نحو مين؟ النووي والإغفال البكري تقريبا بالكلية 6 صفحات عن البكري يعني قريب جدا بس بسبب قلة المراجع. الحالة السياسية والاجتماعية ما في مراجع القرن العاشر؟ لا يعني أنا قصدت متركز هو على الحالة اللي هو طيب أنت لما ناقشت أيضا في الجانب الدراسي لما ناقشت الشروح على متن مين؟ على متن المنهاج في أي صفحة؟ لما ناقشت الشروح على متن المنهاج يا شيخ بدر ذكرت إنه ما شاء الله يمكن كم مية؟ كم شرح على المنهاج؟ أي صفحة؟ أتكلم بمطبوعات عامة يا شيخ شرح المنهاج. صفحة 6 طوابق. كم شرح فيها يا شيخ بدر المنهاج؟ ما شاء الله انت تقول ايش؟ 32 عمل. طيب يا شيخ ما شاء الله ذكرتهم وايش تقول في صفحة 49؟ وهذه منزلة جميلة. اقرأ منها. مكلف في عهد الكتاب المحقق الابتهاج وشرح المنهج. أنا كمان. من أوائل الشارحين المنهج. مين كتاب المحقق الابتهاج؟ تتكلم عن مين يا شيخ؟ خطأ. سميها هذه المحتاجة يا شيخ. كيف؟ لا يا شيخ، في كمان كمل يا شيخ. كمل. في غلط أكثر من غلط. كم ليش؟ إن كان من أوائل الشارح المنهج بسبب من يعتبر بعده. حتى المنظر؟ إي شرح متأخر شرح المنهج الدنيوي. أيوه. يسمى أنه النجم الوهاج. قد لخصهم؟ في إمام السبكي. مين إمامنا؟ إمامك أنت ولا مين؟ في نقل يا شيخ بدر ولا طارق تشوف أن إيش مشكلة في النص هذا؟ لكن أنا مو هنا سؤال يا شيخ بدر. أنت تقول أن هذه الشروح الثلاثة الأخيرة اللي هي 15 و16 و17 هي مالها؟ المعول عليه عند إيش؟ أيوة الشافعي. وأحسن إيش؟ الشروح المذكور. طيب وهذا الكتاب اللي هو مين؟ اللي هو هذا المحتاج. أنت عمال تمدح ما شاء الله. تمدح في الشروح الثانية وتارك إيش؟ ما في عندك ميزة لا. أنا حقيقة في الجانب الدراسي ما شفت إيش؟ إنه هذا محتاج لتميز بحاجة. أنا شفت من كل إيش؟ كل الشروح أحسن من مين؟ فهمت يا شيخ بدر ولا ما فهمت علي؟ نعم. يا شيخ بدر فهمت علي؟ نعم. فهمت إنه إيش؟ الشروح كلياتها مالها؟ أحسن من مين؟ كلامك يعني لما تقول وهذه الشروح الثلاثة الأخيرة مع شرح المحلل السالك ذكره هي المعول عليها متأخر الشافعي وهذه منزلة جد إيش؟ الابتهاج. ومنزلتهم رفيعتهم لفلان وعلان. طب ما الفائده من تحقيق هذا الكتاب؟ وانت بتصادف المقدمات بالمناسبه.
انت تريد تمدح كتاب ايش الاصل تقول هو هذا محتاج لكنه متميز الاصل تقول ايش فانت تقول هو اللي تميزكم كتاب اللي احنا ايش كتاب اي كتاب ليش نشتغل عليه ايش نشتغل عليه لازم ايش لازم نوضح كل شيء الجانب الدراسي في بعض الاشكاليات يا شيخ بدر يعني يا ريت تضبطها ان شاء الله ولو اتصلتوا بين غيرك يا شيخ بدر ربما ايش حتى الاشكاليات هذه كلها ايش انا اريد ان اعود الى الهيكليه اصلا اللي هي صفحه 13 انا عندي اقتراح في تقسيم الرساله القسم الاول صفحه 13 الفصل الاول لو قسمت لو وضعت فصل اول والمبحث الثاني الاول والثاني وضعتهم ايش؟ تحت ايش؟ الفصل الاول اما المبحث الثالث والرابع يكون تحت ايش؟ الفصل الثاني لان الاول والثاني ترى يعني عنوانين ايش؟ يجتمعوا تحت فصل على كل حال شوف مطلب الخامس يا شيخ بدر في المبحث الثاني يندرج ولا لا يندرج؟ المطلب الخامس في المبحث الثاني يندرج ام لا يندرج؟ تعريف المصطلحات الشافعية هل انت هل يندرج تحت المبحث ولا لا يندرج تحت المبحث؟ لو يا شيخ بدر قلت التعريف المصطلحات كتاب لكان ايش؟ ربما هو آتي هو ايش هو؟ بس هو يتكلم عن تعريف ايش؟ طيب تعريف المصطلح
الصفحات ايضا شيخ بدا في بعض الاشكاليات صفحه 62 مثلا. تصوف التصوف ايش هو مصطلح حتى بدانا في صفحه 62 لما يقول فصار كعبه مكان الكعبه وطلعت الموضوع من صفحات الى موضوع اخر فصار كعبه مكان الكعبه يعني كثير يعني مصطلح ماله شيء بدر كثير صوفي زياده عن اللزوم يعني صار الرجل ايش كعبه مكان الكعبه لا بد من ايش انه يقول على سبيل تحت الهامش مجاز كذا صار كعبة مكان الكعبة يعني هو الأخصوص اللي بيتكلم عن النصر الشعراوي عمال بيتكلم بغض النظر يعني مجاز نذكر تحت يعني لأنه كثير زيادة شوي عنه وأيضا في نفس الموضع في عدم تعريف المصطلحات أيضا في صفحة 73 الأصل ما عرفت فيه في صفحة 150 حتى ما متجاوز يا شيخ بدر بالوقت الاصطلاح في صفحة 150 150 مو مشكلة تجاوز يا شيخ بدر الأخطاء المطبعية أحيانا خلينا ناخذ بعض الأمثلة يا شيخ بدر صفحة 70 سطر أربعة من تحت في المتن صفحة 70 أربعة من تحت في المتن أولا أولا يبطل سجود السهو ولا اولا يعني اولا صفحه 70 4 من تحت اولا طيب شيل المسافه طيب انا مثال ثاني من منطقه 115 مثلا ايش الاشكاليه أنا هذا ما فهمت هذا صح وش باقوس السطر الأول 115 السطر الأول صح أقرأ لي أنا شيء أنا ما أعرف 115 والأصح وش باقوس وجوزتي نعم إيش؟ إنه في تكرار وفي ظهر أو أصول مكرر إذا تصبح مكرر مرتين مثلا مثل هذا أمثلة على الأخطاء المطبعية ولله يا شيخ بدر ماشي وأنا وضع بعض الأمور اللي أسعفتني لكن أنصح أقول يا شيخ بدر نحتاج إلى شوية تدقيق إضافي هو تبقيها من واحد من دقيق لو يكون أفضل قال يا شيخ بدر وتوعدنا إن شاء الله من الأمور اللي الملاحظات العامة يا شيخ بدر يعني مثلا خليني أعطيك مثال وبعدين نفهم القصة إيش هي. في صفحة 71 معلش سامحونا نتعبنا هنا لما تقول في الأظهر في السطر الأول وكذا الصلاة صفحة 71 في مرجع ولا ما في مرجع؟ يا شيخ بدر انت تحقق جميع المسائل انت تحيط بجميع المسائل ولا ما تحيط؟ انت لما في الاظهر في الاصح تحيل ولا ما تحيل؟ يعني توثق ولا ما بتوثق؟ شو منهجك؟ توثق انت احيانا توثق احيانا قليلا توثق احيانا كثيرا لا توثق اعطيك امثله على انك لا توثق في نص صفحه ولا في نفس الصفحة ما في صفحة اللي بعدها افتح صفحة اللي بعدها أول في الأصح ما في توثيق يعني بدأ منهجية واحدة يا شيخ فهمت علي الآن؟ أنت في صفحة هنا صفحة 71 ماذا فعلت؟ توثق أحيانا يعني لو ما توثق ها يا شيخ بدر ربما يوثق أفضل يعني إما أن توثق وإما أن لا توثق ايضا في نفس الصفحه في السطر الثاني في صفحه 71 لما تقول قيل ولا لا خلينا اعطيك اياها مثال اخر لا ما تضبط هنا صفحه 89 انا قريب على نفس المشكله
وقيل فرض كفاية للرجال صفحة 89 سطر 5 لا من فوق وفي نسخة كمان ثنتين. وقيل فرض كفاية للرجال هذا المرجع هل هو لقيلة ولا لفرض كفاية؟ يعني على الحكم مرجع للحكم ولا لقيلة؟ يعني أنت توثق هي مرتبطة بالمسألة اللي ناقشناها قبل شوية. أنت توثق دائما ولا هنا وثقت لأنه قول قيلة؟ فإن توثقت فستوثق لكل ما قيل في هذه إيش؟ لأنه مليان قيلة عندك هنا. شيخ بدل ما كنت فاهم علي؟ مليان إيش؟ قيلة في الرسالة. لكنك أحيانا توثق قيلة وأحيانا إيش؟ لا توثقها. نريد منهجية إيش؟ نريد منهجية مالها؟ مضطردة. منهجية مضطردة يعني إيش معنى هذه قيلة أنت إيش وثقتها؟ وإيش؟ قيلة هي ما وثقتها؟ قيلة هي تسعة. فتوثقها دائما ولا ولا انت هنا توثق الفرضيه توثق القول الفرضيه من خلاف أبي حنيفة 1 2 3 4 5 6 7 وأحمد كمان أحمد انشغلت يا شيخ بدر في التعريف بالأعلام وتركت إيش؟ انشغلت التعريف الأعلام على حساب إيش؟ أيه ما أقول التعريف إيش؟ إنك تعرفنا بخلاف أبو حنيفة ورأي أبو حنيفة في المسألة أو أقل ما يمكن إذا رأي معروف هنا موجود إنك إيش؟ وثق منه وين؟ من مصادر ايش؟ من مصادر الحنفية واحمد تعرفنا من مصادر وين؟ الحنابلة لانه ما نذكر هنا اصلا فتعرف ايش؟ فقط تقول راي الامام احمد موجود في ايش؟ اقنام كذا 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 هذا المثال في ايضا 3 4 5 4 صفحه 141 في فقره ما هي مفهومه لانه خلينا نشوفها أسفل الصفحة أنا ما أعرف
ويقعد ويراعي الإمام فيقعد في ثانية الصلاة. نعم ويقعد إيش؟ التشهد في خطأ هنا. طيب أكمل يأتي به ثم يقنط في ثانيته لنفسه. نعم كمل. عند قيامه إليها يفارقه بالنهي. طيب كمل. وينتظر سلامه بهم. طيب الأفضل في مشكلة في سقط كمل يا شيخ في سقط كمل يا شيخ كمل خلينا نشوف ايش هو المسبوق والجاهل. طيب لو من صلاة الإمام ما في يعني كأنه صفحة رايحة في يعني صفحة بيضاء أنا هنا ما بعرفش كيف أنا غلطان أنا المشكلة عندي. عندنا كلنا؟ ايه الدكتور تراجعنا الشيخ مصروف في الشيخ في سقط في سقط في الكلام المصيبة سقط في الكلام الأصلي طبعا الشيخ بدل في سقط في الكلام الأصلي اللي هو كلام المؤلف لو الهامش فيها سقط مش مشكلة يعني لو كنت أريد منك لو تعلق أحيانا على بعض الأمور الغريبة لما يقول ولو كافية في صفحة 77 كأنه الكافر لما يقرأ أو ينزل أمره في أمر عقدي أو في مواقف الصوفية يعني الكلام شوي حادي شوية لو علقت يا شيخ. هذه تقريبا ملحوظات عامة. في بعض الملحوظات بسيطة جدا تفصيلية
لما تقول في الخامسة في منهج المؤلف أي صفحة؟ أي صفحة 43. لما تقول خامسة خط له طريقة لم يسوقه الرافع إليها، هذا من مقوله هو لأنك أنت فوق تقول إيش؟ فقدمها هو على منهجه. من هو؟ اللي هو إيش؟ اللي النوم لا اشتبه على طريقة الحصار للرافع. هذا يا ترى اللي هو خامسا هذا من تنبيه الرافعي؟ لا، ما هو بالمقول، هذا من مقولة. فلا يجوز إرادة نحو ايش؟ إرادة وين؟ إرادة وين يا شيخ بدر؟ في المنهجية تقول أرى فيما أرى وليس فيما يرى هو. ما شاء الله الشارحون يا شيخ، الشارحون أنت رحت على جميع الشارحون هؤلاء اللي هم عددهم كم؟ ما شاء الله يعني يمكن 60-70 كتاب. أنت تتبعتهم بنفسك ولا اعتمدت على غيرك يا شيخ بدر؟ إن كنت اعتمدت على غيرك فإيش يا شيخ بدر؟ قول إنه إيش؟ ننصب يا شيخ بدر، ماشي؟ بطريقة مصطلحات الشافعية تكلمنا في الموضوع، خلينا نروح على التحقيق ربما حتى وأعطي خطة في بعض الملاحظات ويعني أكتفي على قليل إن شاء الله. في صفحة 72 يبطل السطر الثالث خطأ مطبعي، تكلمنا عن بعض الخطأ المطبعي لكن هذا واحد منها، 1, 2, 3, 4 بالموالاة ولا ليكون بالموالاة غيرون إيش مكتوب تحت فلم يتم تقريره تغيير. يعني هذا لفظ، هذا مصطلح المولى اللي هو 1, 2, 3, 4 بس الهمزة ناقصة. في صفحة 73 تعريف الأصل مش مشكلة، تعريف الأصل هي الأخطاء هي نفس الأخطاء يعني شيخ بدر يعني بتتكرر اللي هي أحيانا يا شيخ بدر تقول في الأصح وتحط وقتك وأحيانا لا وقتك، ذكرناها هذا الأمر بعد ذلك عادة. وين تخرج صفحة 79 أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد لرؤية زمن 79 واحد اثنين تخريج يا شيخ بدر؟ ماشي بإذن الله. تخريج أيضا تخريج في عندك مشكلة في التخريج يا طيب أنا أكتفي هذه الملحوظات، هذه الملحوظات يا شيخ بدر لا أضر في الرسالة في جهة طيب وأضر في هذه الرسالة، لكن أتمنى عليك يعني أخذ بعض هذه الملحوظات، أتمنى أن تضيف يا شيخ بدر في هذه الدنيا والآخرة إن شاء الله، وسامحونا على طالبك. كرمكم الله، شكرا جزيلا أستاذ الدكتور أسامة الأشقر على هذه الملحوظات القيمة، وسنستأذن الشيخ الدكتور أسامة لأخذ النسخة وإعطائها للشيخ بدر عمل ملحوظات وهي جاهزة تبدأ فيها بشكل تأخذ بها إن شاء الله. ننتقل إلى فضيلة الشيخ الناقش الثاني الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسرني أن أشارك أخي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور علاء الدين رحال المشرف على الرسالة، وأخي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأشقر في مناقشة رسالة أخينا المبارك فضيلة الشيخ بدر بن عبد العزيز بن عكرش ولا عكرش بالفتح إيش؟ عكرش العين بالكسر، ربنا يرفعك يا شيخ. في مناقشة رسالته
الموسومة بهذه المحتاج إلى شرح المنهاج للشيخ أبو الحسن البكري في من أول باب سبب السهو إلى نهاية كتاب الجنائز. أوافق أخي المبارك الذي أتعلم منه فضيلة الدكتور أسامة على كل ما ذكره لك أخونا العزيز الشيخ بدر، وأشكر لك في تقديمك وفاءك لوالديك وتعبيرك الذي أظنه صادقا إن شاء الله، وأسأل الله أن يرزقك بر الوالدين وأن يرضي الوالدين عنك. وأنا